في ذكرى رحيله نعيد قراءة أفلامه، فالراحل محمد خان تحمل أعماله العديد من القراءات، فهو مجدد لا تحده قواعد ثابتة، يمزج ما بين واقعية الأحداث ورومانسية الشخصيات، وذا ذلك بوضوح منذ فيلمه الأول ضربة شمس حتى الأخير قبل زحمة الصيف. هذا هو محمد خان. شخصيات أفلامه نماذج متعددة من البشر، كل يبحث عن حلمه لكنه لا ينساق إلى ما يفرضه الواقع، ولذا هي نماذج تحلم وتجرحها خشونة الحياة لكنها تقاوم، كما يقول بطل فيلمه أحلام هند وكاميليا، بكرة تروق وتحلى. معنا الليلة المخرج وحيد مخيمة للحديث عن عالم المخرج والفنان اللي عنده زي ما قلت حضور خاص جدا وبريق مختلف، الراحل محمد خان. اهلا بيك استاذ وحيد، أهلا فندم، سعداء بلقائك أهلا طبعا بيك، في كادرات عربيه. ربنا يخليك. من فيلم ضربة شمس، يمكن اول يعني تجربه لمحمد خان، لحد قبل زحمه الصيف، طبعا دي تجربته الاخيره، ايه اللي نقدر نقول التطور الفني اللي حصل في تجربه خان؟ هو خان الحقيقة عنده مراحل كتيرة جدا جدا، وكان دايما عنده رجوع لبداياته او للحلم بتاعه. يعني هتلاقي دايما هو كان في يحضرني مقولة هو كان قالها عن فليني وكان متأثر بيها، عن انطونيوني وهو كان متأثر بيها قوي، بيقول ان كل مخرج بيعمل فيلم واحد، وبقية يعني هو فيما معناه ان كل الافلام بتدور حوالين فيلم واحد. فمرت الايام وعدت الايام وخان قابل انطونيوني المخرج الايطالي الشهير وقال له انت لسه عند المقوله بتاعته؟ قال له لا والله، لو المخرج شاطر قوي قوي يعمل فيلمين. فهو خان زي ما حضرتك قلت في المقدمه، ودي مهمه جدا، ان خان مشغول بالحلم، مشغول بالشخصيه. هو فارس سينمائي، هو فنان معجون وكيان كله سينما. يعني هو مش مخرج، مش مثلا زي المخرجين التانيين بعد ما اتخرج او بعد ما كبر. خان من وهو صغير وهو كان جار لمدير التصوير الكبير سعيد شيمي، كانوا جيران في عابدين في ارض الشريف. فهم من وهم اطفال جنبهم سينما، كانوا هم عندهم 7 8 سنين وده بيروحوا السينما مش بقى. بيروحوا. لا ومش كده وبس، لا ده بيكتبوا عن كل فيلم ملاحظات وبيدوا لكل فيلم درجات. وشاءت الظروف ان محمد خان يسافر لندن عشان يدرس عمارة، وبالصدف، وطبعا هي مش بالصدف، ان جاره يكون بيدرس سينما ويلتحق خان بالسينما وتبتدي رحلته. وقد كان بيحقق الحلم اللي هو برضو كان بالظبط. جواه او كان في عنده شغف فالحلم بالسينما. ابتدى من بدري، وهنتعرض ان شاء الله خلال الحلقة صحيح. للمراحل المختلفة. طيب النبرة السياسية في افلام يعني احلام هند وكاميليا، زوجة رجل مهم، عودة مواطن، وغيرهم من الافلام اللي كانت واضحة بشكل كبير جدا النبرة السياسية لخان في هذه الافلام، هل نقدر نقول انها كانت بتؤثر بشكل او باخر على فنيات الفيلم نفسه في السينما خان؟ هو خان كان في ميزة جميلة قوي، يعني نلاحظ من أول فيلم ليه كل شواغل التكنيك هو مخلصها. يعني هو شاب بيبتدي أول فيلم يعمل فيلم في غاية في الصعوبة وغاية في التمكن والحركة، بعيدا عن موضوع الفيلم، يعني فكرة إن الكاميرا المحمولة، إنه يتحرك في الشوارع، إنه يبقى فيه أكشن، كان إنه يبقى بيهوى هذه المسألة. فدي دي ليها صعوباتها، الخروج ده خارج الاستوديو. فهو ما كانش مشغول قوي بالتكنيك لانه هضمه بدري جدا جدا نتيجه عشقه للسينما. بيجي البعد السياسي في افلام خان، ان هو كان بيختار فيلم في الشارع، افلامه تدور في الشارع اكتر، تدور في جوانب القاهره، تدور في المدينه باستثناء فيلم خرج ولم يعد، وهو جزء برضو من ما هوش ريف قوي، يعني ما فيهوش، هو في ملمح يعني في جغرافيه الريف، بس هم ناس متحضرين، ما كانوش مزارعين او فلاحين او هم مشاكل اهل القريه. فمحمد خان ابن مدينه وكان مشغول بالمدينه، والمدينه طبيعي انها تعج بالاراء السياسيه، تعج بالمشكلات، تعج بتطحن الطبقات الاجتماعيه، كل ده بيولد سياسه. انما بس كان خان بيطرحها في سلاسة في هدوء، يعني ما كانش عنده النبرة العالية أو النبرة الزعيقة في إن هو يتكلم خالص، سياسة في أفلامه. لا هو السياسه موجوده بحكم
هو خان كان بيتناول شخصية، ما كانش بيتناول موضوع سياسي. يعني مثلا ما تلاقيهوش لما يجي يتناول واقع اجتماعي ما بيعملش الزوجة التانية مشكلة اجتماعية تمس مثلا آلاف الفتيات، تمس طبقة اجتماعية، لا هو بيغوص جوه شخصية. يعني تلاقيه في فارس المدينة، تلاقيه في طائر على الطريق، تلاقيه في فتاة المصنع، كل المراحل المختلفة دي، حتى آخر فيلم ليه اللي هو قبل زحمة الصيف، هو يغوص ويبص نظرة ميكروسكوبية على شخصية ويقعد يستغرق فيها. وطبيعي أن ترى هذه الشخصية كل تماس مع طوائف المجتمع. يعني قبل زحمة الصيف ده 4 شخصيات أو 3 شخصيات، إنما تلاقي فيها الولد المجند اللي جاي من الريف، تلاقي فيها الأرستقراطية، تلاقي فيها المتعلمة. بس حضرتك ذكرت فيلم مهم جدا، وفكرة الشخصية يعني حتى اسم فارس تكرر في أفلامه، فارس هو المدينة، بيعتبر نفسه من فارس. الحريف، فارس أيوه المدينة، طار على الطريق. هل نقدر نقول ده كان جزء من شخصية خان نفسها اللي ممكن تكون تسربت لشخصيات أفلامه؟ هو انا بعتبر، انا كنت دايما اقعد اقول له انت عمال تعمل شخصياتك حتى مستر كاراتيه، لان هو شخصيه خان كان مغامر وكان مقامر وكان جسور وكان عنده شجاعه وكان يحب يقتحم غير المألوف. خلينا نشوف فارس المدينة، واحد من الأفلام المهمة لخان، ونرجع نستكمل حوارنا مرة تانية. هنا منزل فارس حسن الهلال، لا يوجد أحد في المنزل الآن، أرجو ترك رسالة عند سماع الصفارة. معلش يا فارس، ما لحقتش أكمل المبلغ، نأجل ميعادنا لبكرة. عمر. وأخيرا أستاذ فارس، أنا عبد المبدي فرج جارك بتاع القطامية، أنا لقيت لك النهاردة تربة جاهزة، مبنية جديد وما اتضفرتش إلا بصاحبها، ولاده مختلفين مع بعض دلوقتي، كل واحد قاعد يبني تربة لوحده، دي على تسع سلاح، لو عايز تخلص أنا تحت أمرك. فارس بيه، الواد ما باتش في البيت امبارح، انا دلوقتي فهمت ليه، ليه كديته فلوس؟ ادي اركب عاجبك كده؟ عاجبك تربيتك؟ خليك او شفت اتصل بيا ضروري، سامع؟ مشاكل مش كده؟ الواد ابني ما باتش في البيت امبارح، وامه طليقتي قلقانة عليه. عندها حق، مش أول مرة أعملها، ساعات كمان بيبات عند أصحابه. يتصل بأمه ويقول لها على الأقل. وبعدين انت مالك؟ عندك حق، يظهر اللي بقيت راجل حشر. واكبر عجوز ولعبان قابلته في حياتي. متشكل. والعواجيز اللي زيك المفروض يكتبوا على ظهرهم يقط، احترسوا من العواجيز اللي فيه. متشكل. رايح فين؟ نازل وسط البلد. ايه؟ كلمة جثتك قدام حد تاني؟ انا قلت ابو الكاسين اللي وقعوني في الكلام. تيجي تصيد وتصيدك. عودة مرة أخرى الحديث عن فارس السينما المصرية محمد خان، ويعني أفلام زي نص أرنب، عودة مواطن، سوبر ماركت. هل نقدر نقول إن كان في تطور في الطرح السياسي لخان في الأفلام ديت من نص أرنب كان عام 1982 حتى سوبر ماركت اللي تم إنتاجه عام 1990؟ هو خان فكرة الانفتاح وفكرة التغير المجتمعي اللي حصل كان بيشغله جدا جدا جدا، وكان ما كانش بيشغله كحالة اجتماعية قد ما كان بيشغله انه يعني تطور يطرأ على الأشخاص. يعني فيلم نص أرنب مثلا، انت بتشوفي موظف في بنك قاعد طول الوقت بيصرف فلوس، ففجأة بيجي له واحد ما بيقولوش عايز نص مليون، بيقول له عايز نص أرنب. وتتطور الأحداث بسرعة جدا جدا جدا، وهو فيلم أكشن، فيلم يعني. وإزاي هو قدمها سينمائيا، ترجم ده هي دي لسينما. الفكرة يعني، هو ده فيلم يعني فيلم ملخصه إن في ناس مجرمين وفي عصابة بتسرق فلوس وبتهرب كوكايين وبتهرب هيروين، فيلم أكشن. إنما هو إزاي يتناول من بعيد وبحياء الفن كده يلمس على البعد الاجتماعي بتاع الانسان اللي بيصرف ملايين للناس وهو مش عارف يتجوز، بشكل غير نمطي، شكل غير نمطي خالص. وحتى الشخصيات اللي متقدمه وسلوكياتها، النجوم اللي بيمثلوا محمود عبد العزيز، سعيد صالح، نور الشريف، احمد زكي، يعني بتكلم يعني حتى حدودا في فيلم، تحديدا في فيلم نص ارنب. وبعدين بكل
فانتزي ينتهي الفيلم بان الانسان اللي مش الذي لا يملك شيء ويتعرض للمهالك كلها انه يلقي بشنطه الفلوس اللي هو لا يملك منها جنيه. ده في اول الفيلم كان بيستلف جنيه فعلا بيرميها في البحر. ده طبعا تصرف وسلوك غير منطقي. ده نوع من الحلم، نوع من هي دي فروسيه او طبيعه شخصيه محمد خان اللي ظهر في افلامه. بعد ما عرض لك هذا المجتمع الذي يتقاتل على المال في وقت هم مش محتاجين، الناس دي مش محتاجه الاموال دي كلها، ومش بتربي عيالها، مش مزنوقه، مش واحد عنده حد مريض بيسرق عشانه. ده ناس منتهى الاجرام. كان نتاج التغير الاجتماعي ان الشخصيات دي بقت موجوده في المجتمع. لكن حتى عوده مش بس في نص قالنا، يمكن ده كانت نقطتين، ان معظم حتى نجوم افلامه من نور الشريف، عادل امام، احمد زكي، محمود عبد العزيز، قدموا للمشاهد بصوره غير نمطيه، يعني كسر نمطيه الشخصيات ديت في ادوار مختلفه تماما للنجوم نفسهم اللي كان بيقدمه. هو محمد خان كان قوه شخصيته، يعني محمد خان كمخرج حاجة وإنسان حاجة. محمد خان إنسان لطيف وجميل وحبوب ويحب يضحك كده، إنما لما كان بيعمل هو بيعمل أعماله كما يراها، ولا يسمح لأحد أيا كان نجم أو مصور أو هو كله، عشان ترتضي تعمل تشتغل مع محمد خان يبقى أنت هتعمل في الفورم اللي هو هيدخلك فيه. تيك ات اور ليف ات، ما فيش ما كانش تقبله. عنده تقبله عليك انك تقبله. ما كانش عنده الحته دي. طب يعني الحريف، احلام هندو، كاميليا، خرج ولم يعود، عوده مواطن، كلها قصص لافلام واقعيه لكن فيها مزج مع رومانسيه الشخصيات نفسها اللي بتجسد يمكن الشخصيات في بعض هذه الافلام. هل نقدر نقول ان المزج ما بين واقعيه الاحداث ورومانسيه الشخصيات ده كان من مميزات افلام خان او سينما خان؟ هو احنا عايزين بس ان الاول عشان نقدر يعني نصنف، اذا كنا نبحث عن كلمه الواقعيه في اعمال خان، يعني فكره الواقعيه ابتدت في اوروبا مثلا، السينما الواقعيه نتيجه الفقر الاقتصادي اللي حصل بعد الحرب العالميه الثانيه، فاصبحت الافلام بتدور حوالين الواقع. ابتدى في ايطاليا صوفيا لورن وكارلو بونتي، وابتدت في فرنسا الموجه الجديده، واللي هو كان متاثر بيها ايضا، هو كان متاثر بيها ذاكرها وهضمها واثناء دراسته ووجوده في اوروبا، لان برضو محمد خان يعني انا ما اقدرش اقول لك هو ثقافيا هو مصري خالص، هو برضو شخصيه مالتي ناشونال. ده راجل اتربى سنوات عمره الثقافيه من 15 سنه لغايه ما نضج، كان موجود في لندن واشتغل سنتين على فكره في لبنان مساعد مخرج في افلام بسيطه كده، حتى هو ما كان قال عليها انها افلام يعني مش حلوه قوي، بس اتعلم الصنعه مع كوستا ومع فاروق عجرمه ومع يوسف معلوف. انما محمد خان لما رجع وابتدى يشتغل يعمل السينما، يفكروا في السينما، عملوا جماعة الصحبة اللي هو وبشير الديك ومجموعة كبيرة من وعاطف الطيب ونادية شكري وأحمد متولي، وكانوا بيفكروا بيبحثوا عن سينما جديدة، وعاطف الطيب طبعا بيبحثوا عن سينما جديدة. انما كده بقت سينما الواقعية ايضا يعني وهو يعني ما نقدر نقول كل الافلام واقعيه ما دام ان السينما بتنتخب وبتاخد من الواقع. فانا ما لا ازعم ان احنا بنشوف سينما واقعيه في عند سينما خان. هو خان اقدر اقول لك ان هو انسان بيدور على حلم وبيختار بينتخب اشياء من الواقع يقول من خلالها وجهات نظره اللي هي فيها فكره الشخصيه اللي هو بيبص عليها بميكروسكوب جد قريب قوي قوي، زي شخصية السواق في طائر على الطريق، زي شخصية الخدمات اللي موجود او الشغالات اللي موجودين أو الحديث في احلام هند وكاميليا. شخصية برغم ان الحريف طبعا سيناريو الاستاذ الكبير بشير الديك، شخصية لعيب الكورة، ولو ان فيلم الحريف بالرغم ان هم بيعتزوا بيه بشير الديك وخان جدا، انا كان ليا ملاحظة برضو على الفيلم. اصل انا لما اجي كمخرج اوعد بحاجة، احنا كل الشعب المصري
السواد الاعظم من المصريين لعب كره شراب في الشارع وعارفين يعني ايه. اما بتيجي تجيب عادل امام اصلا هو ما بيعرفش يلعب كوره وغير معلوم عنه ان هو لعيب كوره. ما كانش هو المفروض البطل ما كانش هو ما انا فاهم انما ومع ذلك يحسب الدور دوت لعادل امام نفسه يعني برضو انا ما بحسبوش لعادل امام بصراحه مع احترامي لا عارف يعمل الدور ولا ده شخصية الواد الحريف اللي احنا كنا بنشوفه جراند وسعيد الحافي اللي كنا بنشوفهم في الشوارع وبنعرفينهم ولعبنا معاهم ولا خان اصلا بيعرف يلعب كورة اصلا. انا كنت بقعد اقول له انت ازاي تعمل فيلم زي انت متعرفش تلعب كورة. يعني مش بس هو قدر يعمل العالم دوت برضو ماهوش العالم ما طلعش العالم بتاع الناس اللي بتتفرج على كورة وبتفهم كورة وده الشعب حاسس بغربة مع الفيلم طبعا دي المشكلة. خلينا نفتكره يلا نشوفه مقطع من فيلم الحريف احد الافلام برضو المهمة اتفقنا واختلفنا عنها في السينما. عودة مرة اخرى للسينما محمد خان وفيلم الرواية القصير البطيخة فاكر عمله 1972 هل نقدر نقول انه كان بيكشف عن الخطوط السينمائية للافلام اللي قدمها بعد كده خان الافلام روائية طويلة؟ هو دايما الفيلم القصير يعني بيكون حاله وانت برضو مش بتتكلمي فيه ما بتخاطبيش فيه الجماهير وما تبقيش مشغوله مهما كان المخرج يعني بيعمل فيلم خاص بيه قوي حتى على مستوى المخرجين الكبار على مستوى العالم بيعمل افلام خاصه برضو بيبقى شاغل وهامش الجمهور انما هو فيلم البطيخة هو فيلم تقدري تقولي قصيد شعري نوع من التأمل والاستغراق بس طبعا برضو هو استغراق في شخصية يعني شغل يعني هو خان جه الفيلم ده جه عمله وهم عملوه هو وسعيد شيمي وأحمد متولي عملوه من جيبهم كده ويا دوبك دفعوا المعمل محدش خد فيه أجور وكان خان بيحاول يسوقه وفي خطابات موجودة كان عرضها سعيد شيمي بينهم ان هو كان بيمر بظروف صعبة اياميها خان وكده فالفيلم هو تجربة رومانسية فيها تأمل وفيها رمزية كبيرة جدا جدا يا ريت لو عندكم نشوف هنشوف دلوقتي فيلم البطيخة لمحمد خان ونرجع نستكمل حوارنا مرة تانية.
من فيلم البطيخة وحتى الأفلام اللي عملها خان موعد على العشاء قبل زحمة الصيف وصورهم في الإسكندرية، شاهد مصر الجديد، أحلام هند وكاميليا، هنا المكان عنصر مهم جدا في سينما خان. إزاي اشتغل عليه من وجهة نظرك وجماليات المكان في سينما خان؟ هو زي ما حضرتك قلتي المكان، نقدر نقول ان في مكان سينمائي خاص بمحمد خان. هذا المكان ينحصر في المدينه، ينحصر في وسط البلد، ينحصر يعني في جزء في مصر الجديده، ان هو خان بحكم وجوده داخل، يعني لو جمعنا افلام خان كده وبصينا في الجغرافيا اللي بيتحرك فيها الابطال او في المكان السينمائي بتاعه، تقدري توثقي المراحل التاريخيه مهمه جدا في تاريخ القاهره وما طرأ عليها من تغييرات. وخان بيزرع ابطاله في هذه الاماكن، وهو ما كانش بيحب يعيد برضو اعاده تصوير الاماكن اللي صورت قبل كده او اللي هو صورها قبل كده، يعني سواء في افلام دايما كان بيبحث عن مكان بكر يطرح من خلاله، فده المكان مهم. فكره الجماليات عند خان مش هتلاقيها مختلفه مثلا عن الجماليات عند يوسف شاهين او حسين كمال. فكره الزخارف او اللونيات او التكوينات، هو بيبحث عن تكوين معبر عن معنى، لكن دون معين. ان تاتي الصوره على حساب المضمون، ولا من وجهه نظرك جات على حساب المضمون؟ لا لا، في بعض هو الأفلام. هو يوظف الصوره للمضمون. انما ممكن ما يبقاش مشغول بابهار في الصوره، يعني هتشوفي مثلا فيلم زي فتاة المصنع. لو ان شاء الله نشوفه الاول بعدين نتكلم عنه. ماشي. نشوف الاول فتاة المصنع لمحمد خان الحبيبه اللي بترقص في زفاف حبيبها اللي خانها، يعني ازاي الصوره هنا عبرت عن الفتاه المخدوعه في فيلم فتاة المصنع؟ هو يعني دي المفروض ان هي فتاة جميلة بترقص. فشوفي هو مختار اني زاوية، مختار زاوية فوقية جدا جدا، بحيث ان هو يحس انها مضغوطة او شايفها من فوق برؤية فوقية، ماهوش حتى بيستعرض تفاصيل في شكل الانسان اللي بترقص، وبيخلي هذا الولد اللي هو تركها او انفصلوا عن بعض بيخليه فلو وحزين، مخلي الخلفيه باللون الاحمر الدموي وهي لابسه، يعني هو مفكر في اللبس ومفكر حتى تفاصيل في ازاي في تفاصيل. هتحسي برضو ده فيلم برضو تكوين رائع عامله قبل كده في فتاة المصنع، لما هي بتمشي جنب سور القطر وهي ضايعه عباره عن نقطه في الكادر، وتمشي بعد ما هو بينفصل عنها. ده مثال ازاي دراما التكوين عنده، انه يخلي هذه البنت تنسحق بينما القطر بيمر بسرعه جدا جدا، عبر عنها بصدق شديد انحيازه. حتى المهمشين ما بين احلام هند وكاميليا ومستر كاراتيه، هو كل المهمشين يعني هو منحاز ليهم وبيطلعهم ابطال، يعني حتى مع اختلاف المستوى الفني لبعض هذه الافلام. عايز بس اضيف نقطه صغيره قبل ما نقفل، يعني ان عايزين نبص، وكل اللي بيحب افلام محمد خان ينظر الى شريط الصوت، سواء اختيار الموسيقى، اختيار الاغاني المصاحبه، اختيار المؤثرات الموسيقيه المختلفه. وده نابع ان هو كان وهو طفل كان بيتفرج على الفيلم مره في الاسبوع في السينما اللي جنبهم، ويقعد بقيه الاسبوع يسمع الفيلم بره، فتراك الصوت عنده نضج شديد، وبقى يهتم بالصوت مع الصوره. اكيد. انا في النهايه بشكرك جدا طبعا المخرج والفنان التشكيلي وحيد مخيمر على هذه القراءه لسينما خان في ذكرى رحيله، اللي زي ما قلنا هيظل لتفرد شديد الخصوصيه في السينما وصناعه الفيلم السينمائي في السينما العربيه. بشكرك مره ثانيه مشاهدينا، الى هنا نصل لنهايه هذه الحلقه من كادرات عربيه، تابعونا الاسبوع القادم مع ملفات سينمائيه اخرى في كادرات عربيه. الحالة دي وكيد الرؤساء قصدك براد بيت. ايه ما كنت هدف يا سعب استحيان يعني بكره ما حطيته. شو بيصير Demo somano me casi la la.